هل من ضمن اهتمامات المبادرة الشعبية العربية حقوق الإنسان العربي؟ قطعا الإنسان العربي هو محور الكون كما خلقه الله سبحانه وتعالى كإنسان، والإنسان العربي هو المستهدف بالنسبة لهذه القوى الخارجية، لأنه إذا ما استطاعت هذه القوى تضليله ومحو وطمس ذاكرته التاريخية، هذا يعني أنها ستحقق كل مخططاتها في مواجهة الأمة وتفتيت هذا الوطن وإنهاء حركة القومية العربية. حضرتك راضي بنسبة كام في المية عن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية؟ قطعا حقوق الإنسان في المنطقة العربية تتعرض للظلم من خلال ظلم هذه الأنظمة ومحاولة تفردها بالسلطة وانعكاس ذلك على المواطن العربي بالفساد وعلى حياته اليومية من خلال مأكله وملبسه ومشربه، والأساس في كل ذلك عدم قدرة هذا المواطن العربي بالتعبير عن ذاته وعن انتمائه لهذه الأمة وعن تطلعاته في خدمة مصالح أمته، وبالتالي هذه الأنظمة تمارس القمع والاستغلال والترهيب والإرهاب في مواجهة هذا المواطن بأشكال عدة، سواء من خلال الادعاء بقضية الحفاظ على الأمة والقضية القطرية والحفاظ على الدولة القطرية، في مواجهة الحفاظ على الأمة كأمة واحدة يجب أن تتوحد في مواجهة الآخر. في رأي حضرتك لماذا ساءت أحوال حقوق الإنسان العربي؟ قطعا أنا ذكرت سببين، السبب الأول هو وجود هذه الأنظمة الرجعية المدعومة من الخارج القائمة على المسك برقبة الوضع الاقتصادي في الوطن العربي وامتلاك القدرة على البطش وسحق القوى المعادية والقوى الشعبية وعدم تمكينها من التعبير عن ذاتها، والآخر الفرع الآخر هو المثقف العربي الغير ملتزم المنبهر بثقافة الآخر والمزيل للحاكم ما يريده مقابل أجر ومقابل راتب محدد في نهاية الشهر. ألف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا حبيبي.